لكن ممكن اديك تليفوني. بس على التليفون انت عندك برمجه كثيره. كنا قاعدين في الدمازي والحرب جاءنا الخرطوم وللان هسه جينا من الخرطوم جينا مدني ومستقرين وما عارفين اننا قاعدين بها بالصبر وفرق الصبر هم عارفين وتا ان حادث الله حدا نرجع ثاني على الخرطوم نقعد هاي دارين بلدنا صادروه لنا من الدمازي ما عندنا بلد نقعد الا نستقر في الخرطوم وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا البلد تكون امان وعلى سلام. احنا طلعنا مرتين، الطلعة الأولى طلعنا في 27 رمضان. هو أخواننا أصروا لنا إنه نطلع، طلعنا. عشان قعدنا يعني مع ناس أهلنا. فقالوا وضع يعني استقر وكده، رجعنا تاني الدانات برضه ما خلفنا، عرفتوا هنا تقع هنا تقع، اضطرينا تاني نزحنا. لما جينا هنا مدني قالوا في منظمة. فعلا يعني جو استقبلونا ما قصروا معانا، عدونا غرفة قاعدين فيها. الحمد لله ساترين حالنا، لكن برضه يعني ما زي انه يكون زي بيتك زي ما انت عايز تعيش. زحمة شديدة جدا في الفروع، يعني انت عشان تصرف في نوع من الماسل. اول حاجة انا جاي الساعة 6 عسى جاي من الخرطوم، جاي الباقير، ما لقيت، جيت الحصعيسة ما لقيت فرع حسابي بنك الخرطوم، جيت الساعة 6 هنا سجلت رقم 106 وحس يا دوب انا حتى قدرت اصرف، يعني في مآسي وفي زحمة ما عادي. والفرع الوحيد اللي يمكن شغال هو بنك الخرطوم، فرع مدني ده